الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب الزكاة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قوله: وتجب فيما زاد على النصاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة، فلا زكاة في وقصها ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد. وتجب في غلة أرض موقوفة على معين، ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه، ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، وهو ظاهر إجماع الصحابة، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، ويجزي إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب، لكن تأخيرها إلى القبض رخصة، فليس كتعجيل الزكاة. ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده. وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود إذا قبضه. روي عن علي وابن عباس للعموم: وإذا استفاد مالا. قال رحمه الله تعالى: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب. كل مال زكوي لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا، لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا. فالذهب لا يجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ 85 جراما، والفضة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت 95 و500 جراما، وهكذا. والإبل لا يجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت 5 من الإبل، وهكذا. يقال في عامة الأموال الزكوية: فإذا بلغت النصاب يخرج المقدار الذي حدده الشرع في زكاتها. فالذهب يخرج منه ربع العشر. والمصنف رحمه الله تعالى يتكلم في هذا الموضع عما زاد على النصاب. فما زاد على 85 جراما من الذهب، فما زاد على 85 جراما فإنه يكون بحسابه. فإذا بلغ 100 جرام فإنه يخرج من هذه 100 ربع العشر، وإذا بلغ 50 و100 جرام فإنها يخرج منها ربع العشر، فإنها يخرج منها ربع العشر 75 أو 3 جرامات و75 حبة، وهكذا. إلا في البهائم، فإن البهائم لا زكاة في وقصها. فإذا بلغت مثلا 40 شاة، فإذا بلغت 40 شاة فإنه يجب الزكاة فيها شاة واحدة، وإذا بلغت 50 شاة فإنه يخرج منها شاة واحدة، وإذا بلغت 60 فإنه يخرج منها شاة واحدة، حتى تبلغ 20 و100 شاة فإنها يخرج منها شاة واحدة. فإذا بلغت 21 و100 فإنها يخرج منها شاتان. فما زاد على النصاب في بهيمة الأنعام فإنه لا يخرج منه زكاة. وما كان موقوفا
على المساجد مثلا فإنه لا زكاة فيه، وما كان موقوفا على المساجد فإنه لا زكاة فيه، فالمال الموقوف على المساجد هو مال متصدق به، هو مال متصدق به في أوجه الخير، وهو مال يسير لا يبلغ نصابا، ثم قال: ومن له دين، ومن له دين على ملي كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه. إذا استدان من صاحب الزكاة غني يستطيع أن يرد هذا المال، فإنه إذا بلغ الحول على نصاب ماله وكان الدين عند ملي، وكان الدين عند ملي، فإنه يحسب هذا الدين مع المال المزكى، فإنه يحسب هذا الدين مع المال المزكى. أما إن كان الدين عند فقير أو عند شخص لا يرجى أن يرجع مرة ثانية، أو لعله يرجع ولكن رجوعه مظنون، فإنه لا يحسبه من رأس المال الذي يخرج منه الزكاة، الذي يخرج منه الزكاة. فالدين عند صاحب الزكاة على قسمين: إن كان دينا عند غني أو كان دينا يتحقق رجوعه فإنه يحسبه في الزكاة ويجعله من رأس المال. أما إن كان هذا الدين لا يرجى رجوعه ولا يتحقق رجوعه فلا يحسب من المال. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال عليه إجماع الصحابة رحمهم الله تعالى. وإن كان في يد صاحب المال مال وضلت منه مثلا بعض الإبل، أو كان بعضها دين لا يعرف هل يرجع أم لا، فإنه يزكي ما في يده، فإنه يزكي ما في يده، وما لم يقبضه يتركه حتى يرجع، يتركه حتى يرجع. وإذا استفاد مالا كصداق أعطي لامرأة أو كميراث فإنه لا يزكيه حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول. ويستثنى من ذلك أرباح التجارة، إذا كان شخص عنده تجارة وربحت هذه التجارة قبل أن يحول عليها الحول، مثلا كان عنده تجارة بلغت النصاب زاد على 85 جراما ولم تربح إلا بعد 9 أشهر، فربحت وزادت، فإنه لا يزكي الربح بعد سنة، وإنما يزكيه مع أصله، فربح التجارة يحسب مع أصله، فربح التجارة يزكيه مع أصله، لقول عمر رضي الله عنه والأثر في الموطأ، لكن سنده فيه من قال:
قال لساعيه واحسب عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. وهذا أيضا مروي عن علي رضي الله عنه أن أرباح التجارة ونتاج السائمة يحسب إذا كان عنده 20 و100 وعندها نتاج ولها نتاج فإن نتاج السائمة يحسب، البهائم الصغيرة السخلة تحسب في الزكاة. قال ويضم، هذه قرئت نعم، قال رحمه الله وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك، ولقول علي ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب، فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه. قال وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه إلا إذا حال عليه الحول، وهذا واضح معلوم. إلا نتاج السائمة، يعني إذا ملك 20 و100 وحال عليها الحول ثم ولدت قبل حولان الحول إحداهن فصارت 21 و100 فإنها يخرج منها شاتان. إذا ولدت قبل حولان الحول فإنها يخرج منها شاتان. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم. قال ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه. إذا استفاد مالا زكويا ضمه إلى جنسه، فإذا استفاد ذهبا ضمه إلى الذهب الذي عنده. وإن كان في حكمه ضمه إليه كذلك، فالفضة في حكم الذهب فإذا كان المال الذي في يده لم يبلغ النصاب كان ذهبا واستفاد فضة وكان الذهب مع الفضة يبلغان النصاب فإنه حينئذ يزكي منهما ويضم ما استفاده إلى أصل ماله فكل منهما في حكم الآخر يعني إن كان له ذهب يبلغ 84 جراما واستفاد فضة والفضة لوحدها لا تبلغ النصاب الزكوي والذهب وحده لا يبلغ النصاب الزكوي فإنه يضم الفضة إلى الذهب ويقوم الجميع حتى يخرج بالنصاب منهما جميعا.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. لا تجب إلا في السائمة، وهي التي ترعى أكثر الحول، فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكله فلا زكاة فيها. وهي ثلاثة أنواع: أحدها الإبل، فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا، ففيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، إجماعا في ذلك كله. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة، فإن عدمها أجزاه ابن لبون، وهو ما له سنتان. وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون. ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقاق، وإن شاء 5 بنات لبون. مر معنا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع، وما لم نذكره قبل ذلك هو قوله أنه لا تجب إلا في السائمة. لا تجب الزكاة في الأنعام إلا في السائمة، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول، أما ما كانت أكثر رعيها إطعاما من صاحبها فإنه لا تجب فيها الزكاة. فلو اشترى لها العلف، من ماله كل الحول أو أكثر الحول، فإنه لا زكاة فيها، ولا تخرج منها زكاة الأنعام. ثم ذكر أنصبة زكاة البقر، وقد مر معنا ذكرها في المجلس السابق. وهذه الأنصبة ذكرت في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري، عند البخاري رحمه الله تعالى، أن أبا بكر كتب له كتابا لما وجهه إلى البحرين قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الأنصبة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله: الثاني البقر، ولا زكاة فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة، كل منهما له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. أيضا ذكر رحمه الله تعالى فرائض زكاة البقر، وقد مر معنا ذكرها آنفا. وهذه الفرائض دل عليها حديث معاذ بن جبل
رضي الله عنه أنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا، أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا، ومن كل 40 مسنة، ومن كل 40 مسنة. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، قد أخرجه الأربعة بسند صحيح. نعم. قال رحمه الله: الثالث الغنم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاة إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، ففيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاة، ثم في كل 100 شاة. ولا يؤخذ تيس ولا هرمة أي كبيرة، ولا ذات عوار أي عيب، ولا تؤخذ الربا وهي التي لها ولد تربيه، ولا حامل ولا السمينة ولا خيار المال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، رواه أبو داود. والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد. ثم ذكر زكاة الغنم وأنه لا زكاة فيها حتى تبلغ 40، وهذه 40 يؤخذ منها شاة واحدة، ولا تزاد هذه الشاة حتى تبلغ 20 و100. وهذا فيه الحث على اتخاذ الشاة، هذا العدد الكبير الذي لا يؤخذ منه زكاة، فيه حث على تربية الشياه منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يؤخذ بالمفهوم، ويؤخذ أيضا من منطوقه صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث أنه أمر باتخاذ شاة في البيت. ولو جاء صاحب الزكاة فإنه لا يأخذ تيسا ولا كبيرة ولا ذات عيب. يدل على ذلك حديث أنس عند البخاري رحمه الله تعالى قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة. يدل على ذلك حديث أنس عند البخاري رحمه الله تعالى قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق. فالسنة في أخذ الزكاة أنها تؤخذ من الوسط، فلا تؤخذ منها ما هو رديء، والمسلم لا يخرج الرديء في زكاته وفي صدقته لله تبارك وتعالى. وكذلك صاحب الأموال لا يأخذ أفضل أموال ما عند المزكي، فلا يأخذ التيس منه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ قال: واتقي وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، فلا يصح ولا يجوز أن يؤخذ من كرائم المال التي عند المزكي. قال: والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد. إذا جمع صاحبا ماشية مواشيهما واتحدت فكانت تذهب وترجع وترعى في مكان واحد، تذهب سويا وترجع سويا وترعى سويا، فهي كالمال الواحد.
وهي كالمال الواحد إذا كانا مخالطين، ولا يصح أن يفرق بينهما. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض تجب في كل مكيال مدخر من قوت كل مكيال. قال رحمه الله: تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين، أحدهما بلوغ النصاب وهو 5 أوسغ، والوسق 60 صاعا، وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، فلا تجب فيما يكتسب اللقاطه، أو يوهب له، أو يأخذه أجرة لحصاده، ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة، ونصفه بها، وثلاثة أرباع بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر. ويجب إخراج زكاة الحب مصفا والثمر يابسا، ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته، فإن رجعت إليه بإرث جاز. قال رحمه الله تعالى: تجب أي زكاة الخارج من الأرض تجب في كل مكيل مدخر. اختلف أهل العلم في المزروع الخارج من الأرض، هل يزكى في كل ما خرج من الأرض سواء كان مدخرا أو لا يدخر، وسواء كان قوتا أو لم يكن قوتا؟ والصحيح هو ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى من أن الزكاة في الخارج من الأرض تجب فيما جمع أن يكون مكيلا مدخرا، أن يكون كيلا ويكون مدخرا كذلك. فما كان مدخرا كالحبوب والثمار تجب فيه الزكاة، وما لم يكن مدخرا كالخضروات فلا زكاة فيها. والخارج من الأرض تؤخذ منه الزكاة إذا بلغ النصاب، ونصابه 5 أوسق، لقوله عليه الصلاة والسلام: وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وهذه 5 أوسق مر معنا قبل ذلك حسابها بالحسابات العصرية، وهذه 5 أوسق إما أن تكون مسقية بلا مؤنة فسقتها السماء فقط، فهذه يخرج منها العشر، إما أن تكون مسقية بلا مؤنة فهذه يخرج منها العشر، وإما أن تكون مسقية بآلات السقي فهذه يخرج منها نصف العشر. قال: ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته. من أخرج زكاة ماله وتصدق بها فإنه لا يجوز له بحال من الأحوال أن يرجعها لنفسه أو أن يبيعها. يدل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه أنه تصدق بفرس له في سبيل الله،
فأراد الذي تصدق به عليه أن يبيعه، قال عمر: فظننت أن يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فالعائد في صدقته كالعائد في قيئه، فالعائد في صدقته كالعائد في قيئه. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته، فإن رجعت إليه بإرث جاز، ويبعث الإمام خالصا ويكفي واحد، ويترك الخالص له ما يكفيه وعياله رطبا، فإن لم يترك فلرب المال أخذه. وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلا، ولا تتكرر الزكاة معشرات ولو بغيت أحوالا ما لم تكن للتجارة، فتقوم عند كل حول. قال: ويبعث الإمام خالصا يبعث الإمام غيره ممن يأخذ له الزكاة، ويخرص له الزكوات. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث خارصا للزكاة، ويبعث جابيا يجبي له الزكاة، فإذا أراد أصحاب الزروع أن يحصدوا زرعهم بعث لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يقدر لهم زكواتهم. ثبت ذلك في مسلم والترمذي وغيره. والخارص الذي يبعث لا يقوم مال صاحب المزكي كله، وإنما يترك له بعض المال لعياله وللهدايا، يترك بعض المال لعياله ولمن يهدي لهم، ويحسب بعد ذلك المال. قال: وكره أحمد الحصاد والجذاذ ليلا، وهذه الكراهة كراهة شرعية، وقد وردت فيها أحاديث، وإن كانت لا تصح أنه نهي عن الجداد ليلا، فالنهي عن الجداد ليلا منه صلى الله عليه وآله وسلم حتى يحصد بالنهار، فيأتي الفقير فيتصدق عليه، ويأتي المسكين فيأخذ، ويأتي القريب فيأخذ هديته. أما من يحصد زرعه بالليل، لا تنم يا صلاح، قم 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 يا صلاح، تحرك 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 قليلا. طيب يا أخوان، مات، لا أحد ينام. طيب، أما من يحصد في الليل فإنه يحرم بحصاده المسكين والصديقة من أن يأخذ من صدقته. قال رحمه الله تعالى: ولا تتكرر
زكاة معشرات. المعشرات هي الحبوب والثمار، المعشرات الحبوب والثمار التي أخرج منها العشر أو نصف العشر، الحبوب والثمار التي أخرج منها العشر أو نصف العشر عند حصادها. فإذا ادخر هذه الحبوب فلا يجوز لصاحب الزكاة أن يأتيه مرة أخرى ويأخذ منه نصف العشر أو عشرا مرة ثانية، لأنه أخرج عند الحصاد، لأنه أخرج عند الحصاد وادخر ذلك، فلا يزكي الذي أخرج زكاته يوم حصاده ولو بقي عنده سنة أو سنتين. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة، باب زكاة النقدين. نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم، وفي ذلك ربع العشر، ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، ولا زكاة في حلي مباح، فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة، ويباح للذكر من الفضة الخاتم، وهو في خنصره، وهو في خنصر يسراه أفضل. وضعف أحمد التختيم في اليمين. ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس، نص عليه. ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاتا بالفضة. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. باب زكاة النقدين أي الذهب والفضة. قد مر معنا الكلام على النقدين. قال: نصاب الذهب 20 مثقالا. قد مر معنا ما يعادله بالجرام، أنه يعادل 85 جراما. ونصاب الفضة 200 درهم، ونصاب الفضة 200 درهم، ومر معنا أنها تعادل 95.500 جرام. قال: ويضم، وفي ذلك ربع العشر، زكاة الفضة ربع العشر، يعني يقسم على 40 وتخرج منه الزكاة، وزكاة الفضة ربع العشر. ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل الزكاة، إذا كان للشخص المزكي فضة أو كان عنده ذهب، والفضة بوحدها لا تصل إلى نصاب الزكاة، والذهب وحده لا يصل إلى نصاب الزكاة، فإنه يضم كلا منهما إلى الآخر، فإنه يضم كلا منهما إلى الآخر. قال: ولا زكاة في حلي مباح. اختلف أهل العلم في الحلي المعد للزينة، في الحلي المعد للزينة على قولين اثنين، أحدهما أن الذهب فيه زكاة، ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتعطينا زكاة هذا؟ فهذا الحديث هو الأصل في من يستدل به من يرى زكاة الحلي. القول الثاني في المسألة، وهو قول الجمهور من أهل العلم، وهو أن زكاة، أن الحلي المعد للزينة لا زكاة فيه، وهذا القول مروي عن جمع من الصحابة،
أخذ به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استطرد المصنف وذكر إباحة الفضة للرجال ويباح للذكر من الفضة الخاتم. ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس، نص عليه أحمد، يدل على تحريم خاتم الحديد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب، رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه وألقاه فاتخذ خاتما من حديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شر، هذا حلية أهل النار، هذا شر، هذا حلية أهل النار. رواه أحمد بسند حسن. ويقاس على الحديد النحاس والصفر، ويقاس عليه النحاس والصفر. وبعض أهل العلم يرى أن حكمه الكراهة ولا يصل إلى التحريم لأمرين اثنين: أحدهما تضعيف الأحاديث التي فيها النهي عن لبسه، والآخر لقوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد، قالوا أباح لبس الخاتم من الحديد، والأحوط للمسلم ألا يلبس خاتما من حديد. ويباح أن يحل السيف للجهاد بالفضة، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، وهذا واضح بين. فيباح للمرأة الذهب والفضة والحرير وغيرها، ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره. التشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم. ما في دليل على هذا. قال رحمه الله: باب زكاة العروض. تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا، إذا كانت للتجارة ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما. قال: باب زكاة العروض. تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا. عروض التجارة هي كل ما يعد ويعرض للبيع والشراء من أي نوع من الأموال. وجماهير أهل العلم على جواز أخذ الزكاة في عروض التجارة، خالف في ذلك الظاهرية رحمة الله عليهم، وخلافهم غير معتد به في هذا الباب، فإنهم يرون أن عروض التجارة لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. والحق أن عروض التجارة يزكى فيها، والأصل والدليل على أخذ المال في عروض التجارة قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
إلى غير ما ذلك، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على أخذ الزكاة في عروض التجارة. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي فرض عين على كل مسلم إذا فضل عنده من قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، صاع عنه وعن من يمونه من المسلمين، ولا تنزمه عن الأجير، فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأغرب، ولا تجب على الجنين إجماعا. فمن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته، ويجوز تقديمهما قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، فإن فعل أثم وقضى، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط، فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. وأحب أحمد تنقية الطعام، وحكاه عن ابن سيرين، ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. زكاة الفطر هي الزكاة التي تخرج في آخر رمضان، وسميت زكاة فطر لأن سبب الزكاة هو الفطر من صوم رمضان، هو الفطر من صوم رمضان يخرجها المسلم شكرا لله عز وجل أن وفقه لصوم شهر رمضان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فإذا أفطر المسلم فإنه يفرح أن وفقه الله عز وجل لصيام شهر رمضان. قال: هي طهرة للصائم من اللغو والرفث. جاء عند أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وطعمة للمساكين، وهي فرض عين على كل مسلم. زكاة الفطر فرض على كل مسلم ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، كبيرا أو صغيرا. زكاة الفطر فرض على كل مسلم، لقول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طاعا، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى. على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، ومقدارها صاع عن كل فرد، والصاع أربعة أمداد، ويساوي بالمقاييس العصرية 2.5 كيلو تقريبا. قال: ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين. يجوز ويصح إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: وكانوا يعطون الزكاة قبل الفطر بيوم أو يومين، فهذا هو الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، جواز إخراجها قبل يوم أو يومين، وأفضل وقتها أن تخرج يوم العيد قبل صلاة العيد، وأفضل وقتها أن تخرج يوم العيد قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخير زكاة الفطر عن يوم عيد الفطر. ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، فإن أخرها قضاها وأثم لتأخيره، وهي صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو آقط، أي هي صاع من قوت أهل البلد، أي هي صاع من قوت أهل البلد ومن طعامهم، ولا يجزئ ولا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، ولا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، ومن أخرجها مالا لم يجزئه ذلك عند الله عز وجل. ذهب إلى ذلك مالك، ذهب إلى ذلك مالك وأحمد والشافعي رحمة الله عليهم، والشافعي رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: باب إخراج الزكاة. ولا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق، وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة، احتج أحمد بفعل عمر. الأصل في زكاته في الزكاة أنها تخرج إذا حال عليها الحول، ولا يجوز تأخيرها إذا جاء وقتها، ولا يجوز تأخيرها إذا جاء وقتها إلا لعذر، إلا لعذر. والأعذار في تأخير الزكاة أن لا يوجد من يأخذها، أن لا يوجد من يأخذها، وأن لا يوجد الإمام، الذي يقدر الزكاة، وأن يتأخر الساعي، يعني هناك ساعي يأتي كل مدة لأخذ الزكاة فيتأخر فلا يأتي لأخذ الزكاة. فلا يأتي لتأخر الزكاة، أما غير ذلك فلا يصح بحال أن تؤخر الزكاة عن وقتها. نعم. قال رحمه الله: باب أهل الزكاة. وهم ثامنة لا يجوز صرفها إلى غيرهم الآية. الأول والثاني الفقراء والمساكين، ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه، ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستغراض، ويجب إطعام الجائع وكسوة العار وفك الأسير. الثالث العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال، ولا يجوز من ذوي القربى إن شاء الإمام أرسله من غير عقد، وإن شاء ذكر له شيئا معلوما. الرابع والمؤلفة قلوبهم، وهم السادات المطاعون في عشائرهم، من كافر يرجى إسلامهم أو مسلم يرجى بعطائه قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه أو كف شره، ولا يحل لمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة. الخامس والرقاب، وهم المكاتبون
ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار لأنه فك رقبة، ويجوز أن يشترى منها رقبة يعتقها لعموم قوله وفي الرقاب. السادس الغارمون، وهم المدينون، وهم ضربان: أحدهما من غرم لصلاح ذات البين، وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة. الثاني من استدان لنفسه في مباح. السابع في سبيل الله، وهم الغزاة، فيدفع لهم كفاية غزوهم ولو مع غنامهم. والحج في سبيل الله. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، فيعطى ما يوصله إليه ولو معه غناه ببلده، وإن ادعى الفقر من لا يعرف قال رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة. وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية. أصناف الزكاة ثمانية مذكورة في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل هي مصارف الزكاة، لا يجوز صرف الزكاة في غيرها. الأول والثاني الفقراء والمساكين. وقد حدث خلاف بين أهل العلم في التفريق بين الفقير والمسكين، فقيل أن أحدهما من لا يملك قوت يومه، والآخر من لا يملك قوت عامه. وتقديم الفقير على المسكين يدل على أن الفقير أشد حاجة من المسكين، فالفقير هو من ليس عنده شيء أبدا، والمسكين هو من عنده شيء يسير الثالث العاملون عليها، العاملون على الزكاة هم الجباة والسعاة الذين يأخذونها من أصحابها، يعطون من الزكاة في مقابل عملهم، يعطون من الزكاة في مقابل عملهم ولو كان أحدهم غنيا، الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم علية القوم الذين يرجى إسلامهم. وإذا أسلموا يسلم غيرهم. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض المؤلفة قلوبهم من قريش، فلما أعطاهم أسلموا وأسلم من وراءهم من الكفار. الخامس في الرقاب، وهم المكاتبون. في الرقاب العبد المكاتب أو المكاتب، يعان العبد المكاتب على العتق من أموال الزكاة، ويدخل في المكاتبين الأسير المسلم عند الكفار، فإنه يدفع له من مال الكفار ليخرج ويأتي إلى أهل الإسلام. السادس الغارمون، والغارم
الذي يعطى من مال الزكاة على نوعين عند المصنف رحمه الله تعالى. أحدهما من تحمل مالا لإصلاح ذات البين، من تحمل مالا لإصلاح ذات البين فهذا يعطى من الزكاة ليحل دينه. والثاني من استدان مالا في مباح، شخص استدان مال وأصبح فقيرا وكثرت عليه الديون، فإنه يعطى من الزكاة بشرط أن لا يكون عنده شيء آخر. يعني بعض الناس يكون عنده سيارة ويستدين أموال كثيرة ويطلب الزكاة، بع هذه السيارة أولا بعد ذلك أطلب الزكاة لنفسك. السابع في سبيل الله وهم الغزاة، في سبيل الله وهم الغزاة. والصحيح أن سبيل الله هو الجهاد فحسب، ولا يدخل فيه شيء آخر، فلا يعطى مال الزكاة، فلا يبنى بمال الزكاة مسجدا ويقال هذا في سبيل الله. فالزكاة تعطى للمجاهدين فقط في سبيل الله، أما غيرهم ممن يطلق عند بعض أهل العلم أنه في سبيل الله فإنه لا يعطى من الزكاة، إنه لا يعطى من الزكاة. الثامن ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السبيل يعطى ليبلغ بلده. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.